للمزيد حول فعاليات المهرجان ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في الأجواء لديك من ساحل البحر المتوسط ومدينة العالمين الجديدة. أهلا بك هبة وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا نتابع معكم تفاصيل وفعاليات المهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى التي انطلقت أول أمس، واليوم سيكون يعني هو اليوم الثالث لهذه الفعاليات بعدد كبير من الفعاليات المهمة الرياضية والفنية أيضا. الآن وأنا أتحدث إليكم وتشاهدون من خلفي انطلقت أولى فعاليات اليوم الثالث وهي المباريات النهائية لبطولة التيك بول بحضور عدد من نجوم العالم. هذه اللعبة التي يعني لاحظنا أنها لاقت استحسانا واهتماما من قبل المشاركين، نتحدث عن 32 فرقة مشاركة في هذه اللعبة. الآن تتم المباريات النهائية، وأما عن يعني الزوار هناك عدد كبير من الزائرين في المدرجات التي يعني تم تخصيصها للزائرين، تستقبل ما يقرب من 2000 زائر. هناك حالة من التشجيع والتفاعل مع هذه اللعبة التي تتم الآن في هذا الشاطئ المتميز الذي يتوسط أبراج العالمين وشاطئ البحر المتوسط. ثم بعد انتهاء هذه الفعاليات وبطولة التيك بول ستبدأ فعاليات جيل التحدي الذهبي الذي ينتظره عدد كبير أيضا من عشاق الساحل المستديرة وعشاق الكرة المصرية بوجود عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، وستكون هذه المباريات اليوم هي المباريات النهائية. سيكون فريق كابتن أحمد حسن أمام فريق كابتن حازم إمام للمنافسة على المركز الثالث والرابع. أما البطولة والمركز الأول والثاني سيكون بين فريق كابتن حسام غالي وفريق كابتن محمد فضل الذي استطاع أن يتأهل إلى يعني النهائيات في هذه البطولة. من المتوقع حضور عدد كبير جدا خلال الساعات القادمة، خاصة مع بداية فعاليات تحدي الجيل الذهبي، وهذا ما أكده الجمهور بالأمس والزائرين المتواجدين في المدرجات أنهم يعني متشوقون لمشاهدة المباريات النهائية في هذه البطولة وأيضا الاستمتاع بكل فعاليات المهرجان. هناك عدد أيضا من الجوائز في بطولة التيك بول، نتحدث عن 30,000 جنيه للمركز الأول و 20,000 جنيه للمركز الثاني ثم 10,000 جنيه للمركز الثالث. وأيضا هناك حالة من الفرحة في وسط الأجواء الممتعة وحالة الطقس الجميلة هنا في مدينة العالمين. ثم بعد انتهاء أيضا فعاليات جيل التحدي الذهبي سيكون هناك فعالية فنية لإحدى الفرق الموسيقية التي ستحيي حفلا اليوم بعد انتهاء كل هذه المباريات والاستمتاع مع جيل التحدي الذهبي، وأيضا يعني حالة من الفرحة والبهجة والحماس أيضا الموجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة والاستمتاع بكل فقرات وفعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى. نعم محمود، إذن العالمين الجديدة تزين لاستقبال الزوار في مدار الأيام القادمة، 45 يوم من مهرجان العالم عالمين. محمود جميل، أشكرك.